وللتعليق على موضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية السيد قصي المعتصم. أهلا ومرحبا بك أستاذ قصي. بداية، 100,000 رخصة سلاح في بغداد وحدها، من المسؤول عن فوضى السلاح في العراق برأيكم؟ تحياتي لك ولجمهور قناة رافدين الأفاضل. بدءا، عملية حيازة السكان المدنيين على السلاح في أي دولة يعطي انطباع واضح على أن هؤلاء المواطنين غير واثقين من قدرة الدولة على حمايتهم، وبالتالي يلجؤون لحماية أنفسهم باقتناء السلاح. هذا من جانب. من جانب آخر، نرى أن الحكومة العراقية عندما تم احتلال العراق 2003 وتم حل الأجهزة الأمنية والمخابرات والجيش العراقي، فأصبح هناك فراغ أمني كبير أتاح للكثير من القتلة والمجرمين أن يعني وأن يبيعوا السلاح بشكل كبير ويستولوا على الأسلحة اللي موجودة لدى الجيش سابقا، وبالتالي استمر هذا الأمر لحين ما شكلت الميليشيات الموجودة على الساحة العراقية الآن. وهناك في بغداد 240 مقر حزبي، وهناك أكثر من 300 مقر لميليشيات. هذه الدولة اليوم، الدولة العراقية، تقودها الميليشيات، والكل يتنازع ويتصارع على السلطة والنفوذ والمال من دون يعني اعتبار للمواطنة أو للأمن الوطني. إضافة إلى أن هذا السلاح، هناك نقطة مهمة، يعني هذا السلاح كله يتركز في مكون واحد، عنده مكون واحد ويمنع على المكونات الأخرى حيازة الأسلحة، وهذا ما شاهدناه في بغداد خاصة في أحداث اللي جرت. يعني السؤال الذي يخالجني الآن وهو انتشار السلاح لدى المواطنين العراقيين ليس بجديد عليهم، فقبل الاحتلال كان الشعب العراقي يمتلك هذا السلاح وصنف على أنه شعب مسلح مدنيا، لكن لم نشهد هذا الكم الهائل من الجرائم التي تحصل اليوم. ما السبب في التغير؟ الحقيقة في السابق كان السلاح كان مسيطر عليه، وكان يقتنوه ناس يعني موثوق بهم ومن أجهزة أمنية وبإجازات يعني محسوبة من وزارة الداخلية، وبالتالي شخص مسؤول عن السلاح، رقمه موجود واسمه موجود. اليوم السلاح، هناك أكثر من 1,000,000 قطعة سلاح موجودة الآن غير مرخصة في العراق، هذه من تقارير دولية. هذا الأمر لأنه الدولة العراقية اليوم في كل حزب لديه ميليشيا، الداخلية بكاملها تسيطر عليها ميليشيا بدر، حتى الجيش الآن وحدات الجيش لكل وحدة منها مرتبطة بكتل سياسية وأحزاب سياسية، وبالتالي هناك صراع، هناك خوف من أن ينقلب أحدهم على الآخر، وبالتالي لا يمكن حتى هذه النداءات التي تحصل الآن بتسليم السلاح إلى الدولة. هذا الأمر وأتأكد أنه لن يكون مطلقا، لن يستطيع أي إنسان يطبقه لكون الكل يخشى من الكل. إذا أنت تعتقد أن الميليشيات لن تتخلى عن سلاحها؟ لن تتخلى عن سلاحها إطلاقا، وتذكر كلامي حتى لو بعد 10 سنوات. طيب، هذه ميليشيات هي ميليشيات إجرامية، مهمتها القتل والاغتيالات، وإذا تلاحظ عمليات الخطف والاغتيالات والقتل في شكل يومي في بغداد. يعني اليوم حضرتك قبل قليل ذكرت عن العقيد صفاء اللي في مدير جوازات بابل، لكن بنفس الوقت هناك أحد شيوخ الطارمية قتل بسلاح كاتم. يعني تصور، احنا كان في السابق قبل الاحتلال لو يعني عقوبة السلاح الكاتم عقوبة الإعدام نوجد، لأن هذا يعتبر هو يعني نية القتل، وبالتالي طيب. اليوم الدولة العراقية لا يوجد فيها أمن حقيقي، حتى الأجهزة الأمنية هي مرتبطة بميليشيات، وبالتالي لا يمكن أن يهنأ المواطن أو براحة البال أو بالأمان. أستاذ قصي، صحيفة الحياة اللندنية نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن السلاح لن ينزع من الميليشيات، لكن سيتم إعادة تدويره على أطراف المدن وتوزيعه في المدن. هل تعتقد أن ذلك يأتي وفق طبخة وتفاهمات جديدة بين الصدر وباقي الميليشيات؟ المرحلة الأولى اللي هي سيطرة على مدينة بغداد تحديدا، ومن ثم الآن المناطق اللي يدعون عليها هي مناطق أطراف بغداد، هي نشر الميليشيات لتكون حزام حول بغداد تحمي الحكومة وتحمي هذه الميليشيات من الخارج وليس من داخل بغداد. هذا أقصى ما يمكن أن يفعلوه، مع بقاء هذه الأحزاب بمقراتها الموجودة، هي أيضا بؤر للتحرك داخل بغداد. يعني 300 مقر ميليشيا داخل بغداد
كل ما قربي لا يقل عن 20 إلى 30 شخص، هاي فد عدد كبير يعني بالآلاف موجودين داخل بغداد عدا البقية اللي هم سيكونون أطراف بغداد، وبالتالي لا يمكن نزع السلاح هذا إلا بوجود حكومة قوية وحكومة غير طائفية لا تسمح لهذا أو ذاك أن يحمل السلاح. وأنا كنت في بغداد وأعلم أن كان هناك المكون، لنقولها بصراحة، المكون اللي ينتمي إلى ميليشيات عدة، المكون الشيعي، كان من حقه أن يمتلك سلاح وسلاحين وثلاث عنده، ولكن لو مسك سلاح في بيت سني يعتبر إرهابي ويصادر ويعتقل. إذا القضية هي قضية شوف التخوف من الشعب نفسه. هذه ميليشيات لحد هذا اليوم لا تثق بالشعب العراقي، لأنها هي جاءت لتدمير الشعب العراقي وقتله، وبالتالي ستبقى سيف مسلط على رقاب العراقيين إلى أن نقضي على هذه الحكومة ومن جاء بها ومن وميليشياتها. الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية قصين معتصم من لندن، شكرا جزيلا لك.